استعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. واقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. الصلاه والسلام على اشرف مخلوقات الله محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله دابا غادي إن شاء الله غادي نهضر لكم على واحد المنتج، يعني ما تنهضرش بزاف على لي كونتور دي زيو، ودابا غادي نهضر لكم على واحد المنتج اللي هو أسوغان كونتور زيو اللي تيعالج السرم كما تتشوفي. هو هذا تيعالج السرم وكذلك لي غيت لي ريدول و لي بوش في نفس الوقت. فغادي نحاول انني نهضر عليه بشكل مبسط وبشكل يعني مدقق باش تعرفوا الامتيازات ديالو، لان بزاف الناس تيعانيو من هذا المشكل ديال لو كونتور دي زيو، ديال المنطقه المحيطه بالعين، وما تلقاوش شي حاجه اللي هي ممتازه. فهذا تنصحكم انكم تستعملوه لانه منتج صحي، وكذلك الفعاليه ديالو تظهر في وقت وجيز. فبمجرد اخذكم كميه من هاد الكريمه هذه اللي هي الكريمه المتخصصه في علاج الهالات السوداء في المنطقه المحيطه بالعينين لي سيرن، وكذلك توفره على حمض هيالورونيك الذي يؤدي الى علاج الخطوط الدقيقه حول العينين، وكذلك التخفيف من الانتفاخات. فطريقه الاستعمال انكم تتاخذوا، كاين هنا واحد الآلة معدنية فوق لو كونديسيونيل، تتاخذوا واحد حجم حبة حمص تتوضعوها على هاد الفوق ديال الكريمة ديال الكونديسيونيل، وتتبقاو تديروا دي تابوتمون في العينين ديالكم من الداخل إلى الخارج حتى يتم امتصاص بالكامل لهذه الكريمه هذه. فنصحكم انكم تجربوا هذا اسوغان، المنتج الصيدلاني الطبي اللي فعلا انه معالج حقيقي للهالات السوداء المحيطه بالعين لي سيرن و لي بوش و لي ريدول. وتبقوا على خير.